فاذا عملنا طبق من الحلويات اللي ممكن تاخدوها كده، رايكم اعمل لكم فقره تعذيب بالحلويات؟ موافقين يا كنترول؟ هناخد كده بالصوص الكراميل. شايفين الشكل اللي احنا عاملينه فوق ده بيساعدنا انه نخلي الصوص موجود. انا ليه قررت ادوق ده؟ لانه ده اختراع، ده مش وصفه تقليديه. العجينه وصفه تقليديه، الحشوه وصفه تشيز كيك الشهيره. انا مش فاكره اصلها منين، تشيز كيك امريكيه تقريبا صح؟ امريكان تشيز كيك غالبا، مع الكراميل وكل الاكلات دي بعد ايه؟ رحله النكهات الكتيره محتاجين ننهيها بسويت نوت، بلقمه حلوه شهيه من اختراعنا. دايما المطبخ مهما رحنا شرق وغرب حلو نجرب حاجات جديده.